المبعوث الأممي في مهمة شاقة لإحياء السلام في اليمن. يتحرك إسماعيل ولد الشيخ أحمد المقرر أن يصل الرياض خلال الساعة القادمة على وقع مبادرة لا تزال خطوطها غامضة للمعنيين بهذه المبادرة وفي المقدمة منهم الحكومة اليمنية. فنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي الذي أكد اللقاء المرتقب للمبعوث الأممي مع الرئيس هادي أوضح أن الحكومة ليس لديها ما تثيره مع ولد الشيخ قبل أن تستمع لما يقدمه من معلومات ومحاور. نافيا في هذا الصدد أي علم له بما سيطرحه ولد الشيخ خلال لقائه المسؤولين اليمنيين من هذه المحاور المتصلة بمبادراته الجديدة. إذ لم تتلقى الحكومة خلال الأيام الماضية وحتى الآن أي رسالة من الهيئة الدولية تتعلق بهذا الجانب. هذه المرة لا تبدو الحكومة السعودية مرحبة بأحدث مبادرات المبعوث الأممي في سياق موقف يزداد تعقيدا بين الرياض والأمم المتحدة بعد إدراج التحالف في القائمة السوداء لمنتهك الطفولة قبل أقل من أسبوعين فيما تدخل واشنطن بقوة على خط المهمة الأممية الجديدة مستعدة الدور الأساسي الذي تراجع منذ أن صعد ترامب إلى سدة الحكم في البيت الأبيض فاللقاء المرتقب للمبعوث الاممي مع سفراء الدول الثمانية عشر كان بترتيب امريكي على ما يبدو ومن المقرر ان يصل مساعد وزير الخارجية الامريكي الى الرياض بالتزامن مع زيارة ولد الشيخ لبحث جملة من المواضيع المتعلقة بالشان اليمني. محاولة اممية قد تكون الاخيرة قبل ان تنعي دورها في الازمة والحرب في اليمن ومؤشرات الفشل المحتمل للمهمة الاممية الجديدة بحسب المراقبين تتجلى في عدم الارتياح السعودي للدور الأممي إلى جانب أن جهود المبعوث الأممي تبدأ من نقطة الصفر بإزاء أزمة بمرجعيات واضحة وجلية للحل